لكن احنا عايزين منك دكتور حلول ممكن تكون سريعة وتكون بره الصندوق من الحلول اللي دائما بنسمعها في بالنسبة لتطوير التنمية الاقتصادية في السودان. شنو يعني أفكار جديدة غير المعتادة عليها ممكن نستفيد منها؟ طيب الحلول، والله من انا بعتبر من اهم الحلول السلام الاجتماعي. اول حاجه السلام الاجتماعي ده بيشكل لك حاجه كبيره جدا، لانه نحن الان عندنا النعره بتاع ده الشرق وده الغرب وده الجنوب وده صحيح كده، لانه السلام الاجتماعي نمره واحد بيحيي لك. الحاجه الثانيه الدستور الدائم اللي هو يكون فيه اشخاص زي ما قلت لك من محلهم، ده ما بيمشي الا للموت فقط، لا الناس ما عندهم متعه. بيقول لك تكنوقراط، يس تكنوقراط دي نفسها ونفس الفهم بتاع انه المفروض يكونوا مستشارين الناس دي، صحيح كويس. فاولا السلام الاجتماعي، نمره اثنين يكون في دستور دائم، يتغير الحاكم اي لكن ما يتغير الخطه بتاعت الدوله كيفية الحكم. والكيفيه. الحاجه الثالثه لابد من يكون في نموذج اقتصادي معروف مدروس لمده 50 سنه او اكثر، والنموذج الاقتصادي ده لا يمكن يكون إلا بمعرفة داتا حقيقية للسكان. يعني أنت لازم تعمل مسح شامل للسكان وتضعهم كلهم تحت مظلة معينة، يعني مثلا زي الرقم الوطني حقنا، لا يكون شامل الناس فعلا. أنت عندك 45 مليون، ال 45 مليون موجودين، ويكون في شرط ثاني في الوفيات، ما في إنسان يدفن إلا بعد ما شنو يحرر له شهادة وفاة. ليه شهادة وفاة؟ لأنها بتعمل لاس، بتنزله من اسمه في السجل. ونفس الشيء اي مولود ما يولد الا يحرر له شهاده ميلاد. الشهادتين ديل بتديك الحسبه الصحيحه لسنين قادمه. انا عندي مثلا خطه ل 50 سنه، لازم يكون مصطحب معايا الحاجه دي.